جاهزين؟ أنا جاهز. اليوم أنا متواجد في دورة جاهز الرمضانية، وصلنا لآخر المرحلة قبل النهائي والنهائي. الحماس حد أعلى. خلال فترة الأيام اللي طافت كانت مباريات عجيبة، واليوم وصلنا لآخر المشوار. الحماس قاعد أشوف الشباب جاهزين، بس أنا قلت بهالتقرير هذا دام إنه كرة قدم ماكو إلا أسلم هذا التقرير حق لاعب المنتخب الكويتي السابق المغوار الفذ. يقول لك صاحب أخطر هجوم عند البوكس بوكميل، كل أقواله تسلم، ولكن هو راح يسلم التقرير. أنا صدق اليوم يعني شايل 30 باول وقاعد أصرخ قاعد أقول دائما قبل المباراة أو خلينا نقول البطولة النهائية دائما الواحد يتوتر يحاتي. صحيح. تحس بهالشعور؟ نعم. أنت كم مباراة لعبت خلال البطولة؟ 6 مباريات. ما شاء الله، 6 فايزين. نعم. بس اليوم يومك. إي بالضبط، إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله أنا أعرفهم. شنو مركزك أنت بالفريق؟ ارتكاز. ارتكاز؟ يعني تشافي؟ يعني. منو لاعبك المفضل أنت بالارتكاز؟ أنيستا. كبير. يا جماعة قام قال يس برشلوني متعصب. انا ما ابي الفريق الثاني يشوفنا، بس قلبي مع فهد الحين. لا برشلوني نزباس. يا حظنا. هلا والله، هلا بالزميل السابق. وينك كنت مبرني صديقي؟ انا وين ما اشوفك اتوجه اشوف تعلقك والامور الجميله قاعد تسويها. قليل ما لديكم. ايش قاعد تسوي هني؟ والله اليوم انا بكون يعني داير الحفل من دخول لاعبين، من تعليق، من الامور هذه، فراح تشوف الكل مكان. خلال فتره طافت كنت موجود صح؟ شلون البطوله كانت؟ شوف انا الهايلايت من اللي صار الصراحه المنافسه حدها قويه. تتكلم عن مستوى لاعبين، تتكلم عن الروح الرياضيه اللي شفناها، تتكلم عن حتى في بعض الفرق انا ملاحظهم انه فايزين ببطولات وايد مختلف البطولات اللي صارت بالكويت. حلو. وايد وايد نار منافسه. يعني اليوم يا ليلي يا العيني يا ليلي يا الفايز بوكا دونر اتوقع. كبير لا تزود. رمضان يمكن احلى شيء المسابقات الكرويه اللي تصير، وجاهز ما قصروا فعلا. يوم قال خليك جاهز، جهزوا الملعب بطريقه تحس انك انت قاعد تلعب تشامبيونز ليج الحين. الشاشات، الاضاءه، الاستعدادات، فينالي صجي. لازم تكون جاهز والعب لعبك حال اي مباراه. ابي تفوز بالمباراه، نص نهائي، ربع نهائي، حتى لو اول مباراه كلها نعتبرها نهائي، وهو كاس مباراه واحده تطلع. يستاهلون. مبروك.